الهلال. فهد، أنا أعتقد أن في وقت الآن تتوقع كل شيء، احتمالية الانتقال النجوم في الأندية وتغيير الجلد توزيعهم ولا لا؟ كيف؟ في وقت تغيير الجلد الآن؟ أي، أنا أعتقد أنه الوقت الآن أكرر أنه متوقع كل شيء. أولا وجود 7 لعيبة أجانب، صح، حرية الانتقال، الجميل من الأندية عدم الإصرار والخوف من الجماهير على بعض الأسامي المتواجدة لهم ورفع سقف الرواتب، هذا دليل على أنه الآن على قدر عرضك وما تقدمه، التنوع في كثير من الأندية، دعم كثير من الأندية. سمعت يعني عبد الله الزوري لاعب كبير يعني وقدم خدمات كثيرة، صحيح، ويستحق الشكر من قبل جماهير الهلال على ما قدمه، لكن أعتقد في نجوم أكثر من يعني كنا سمعت أسامة هوساوي، سمعت أكثر من لاعب سينتقلون بكثير، يعني ستشاهد انتقالات كثيرة بين الأندية. خيبري جدد أنا سمعت. لا، احنا في صحيفة الرياضية